آخر بعنوان الطب الروحاني وعلم النفس الديني. فما هو ملخص الطب الروحاني وعلم النفس الديني؟ أول شيء هو قضية تكفل طبيب المريض، نراها وأثبتت يعني كتاب هو حوصلة لأكثر من 200 مرجع مراجع من كتب علمية وبالأخص مجلات محكمة دوليا سواء في الطب العقلي أو في علم النفس. النقطة المحورية هي أن التكفل بالمريض وجب التكفل به ليس فقط من جانب العضوي أو النفسي أو الاجتماعي، ولكن أقحم النقطة تاع الثقافة الدينية، نقطة الاحتياج الروحاني. C'est un besoin vital. إذن في احتياجات بيولوجية فيزيولوجية إلى آخره، ولكن أيضا في احتياجات روحانية. فكانت هذه المقاربة من خلال الطب الروحاني La médecine spirituelle، وأيضا علم النفس الديني La psychologie religieuse. إذن كاين مدارس غربية اللي تعترف الآن حاضرا أن يعني وجوبا وجب يعني الاعتناء بهذه الاحتياجات. أكيد يعني يلزم على التكفل، يلزم بالتكفل بالمريض عضويا روحيا نفسيا عصبيا إلى غير ذلك، حتى تكون يعني حلقات متكاملة لعلاج المريض. تبع كتاب